للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار. أهلا بك في نشرة الأخبار. البداية نتحدث عن أهمية توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء طبعا بإطلاق خطة متكاملة لإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق الملامح. في البداية أود أن أشيد بالتوجيه من خلال سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ولي العهد لتطوير سوق الملامح التاريخي لما يحتويه هذا السوق من معالم أثرية مهمة وتاريخية، علاوة على دوره المحوري في الحركة التجارية في البحرين وما يشهد كذلك من تعددية من دور العبادة لما يعكس تنوع الثقافي في البحرين والمناطق بشكل خاص، وما شهدت التجارة من بداية بالأخص من بداية القرن العشرين من انتعاش في تشكيل الهوية الثقافية لهذا السوق. هذا السوق الذي يعد وجهة أساسية سياحية للكثير من زوار مملكة البحرين. سعيدين بهذا التوجيه لتكريس كافة الجهود الحكومية والخاصة للارتقاء بهذه المعالم المهمة في المدينة التاريخية العتيقة. نعم سعادة الشيخ، كما ذكرت بأن هناك جهود حكومية سوف تكون يعني متناسقة ومتواصلة، ولكن ما هي أهمية أو ما هي آلية عمل تنفيذ هذا التوجيه طبعا بالتعاون مع جميع الجهات المعنية؟ من خلال الأشهر القليلة الماضية وخاصة من بعد توجيه الملكي السامي بالارتقاء بمدينة المحرق التاريخية، تشكل فريق حكومي لتكريس كافة الجهود للتعامل مع كافة الاحتياجات المتطلبة في البنية التاريخية، سواء كانت بنى تحتية أو احتياجات إسكانية أو أنشطة تجارية ثقافية وسياحية. هذا الإطار يمكننا إن شاء الله الحمد في الارتقاء بالعمل الجماعي لتحقيق هذا التوجيه، علاوة على الشراكة المهمة مع القطاع الخاص التي ما من شكل يكون لها الدور المهم والمحوري في الارتقاء بسوق المنامه، لا سيما بسبب كثافة النشاط التجاري في المدينة التاريخية. نعم، إذن سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار، شكرا جزيلا لك.